السيد الخوئي بإجازة من أعلم الفقهاء الموجودين وهو السيد السيستاني. ما رأيك في كتاب سألوا عليا؟ عزيزي من الكاتب؟ من أنا مبالي شايفة بس إذا أتذكر. هل يجوز إطلاق لفظ شيخ على السيد؟ نعم لا مانع، كلمة شيخ تأتي بمعنى الأستاذ، شيخ فلان، شيخه فلان يعني أستاذه فلان، ماكو مانع. شيخ شنو أهم كتب الإلحاد؟ قصدك ترد على الإلحاد؟ كتب للشيخ محمد جواد مغني، اكو كتب للسيد هادي المدرسي، اكو كتب لواحد من اولاد السيد السيستاني، اكو كتاب للسيد احمد الاشكوري، واكو كتاب للاستاذ محمد ناصر، وكتب كثيرة حقيقة، كتب كثيرة. لا 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 ماكو مانع، بس هو جوز خاف يعني فهمها بشكل يعني مو مثل ما بلغتك عنها، يعني بل فهمها بشكل آخر. شيخنا ماذا تتمنى في حياتك؟ يعني الأمنية صعبة، الأمنية هاي صعبة. كنت أتمنى أموت في مكان ما حد يعرفني بيه، بس صار الصعب. كتب الغرب هل تنصح بقراءتها؟ حسب الكتب عزيز، حسب الكتب، بعض الكتب تنفع بعض الكتب لا تنفع. عزيزي اللي عنده متابعة للحساب يقدر يعلق، اللي ما عنده ما يقدر يعلق. طبعا هذا الحساب اللي هو الحساب الأصلي، اللي ما يقدر أتابعه ما ممكن يعلق. عزيزي حياك الله يا فرج الله. شيخ شنو علاج الكسل؟ علاج الكسل والله يا عزيزي همة الإنسان هي اللي تضيع الكسل، يعني أنت إذا يكون عندك همة دائما استفيد منها. حياك الله عزيزي يا فرج الله. لا تبقي